أنتم في الاستماع لميد راديو الإذاعة القريبة منكم وبرنامج بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك الدريبي. مساء الخير بروفيسور. مرحبا. مساء النور لسنا. مرحبا لله بروفيسور. من خلال لقاءاتنا وتحليلات يعني تحليلاتك للمواضيع الاجتماعية بغينا اليوم نحاول نصحو يعني المسار ديال التقاليد اللي كنعيشوها في مجتمعنا المغربي في الجانب ديال الرجل. يعني قد ما كبر وصل لسن 50-60 سنة فما فوق يعني كيتزوج فتاة صغيرة وكيتباهى بهذا الزواج وكنلقاو حتى المحيط كله ما تيعارضش أو كيستغرب الأمر بل كيشجعوه وكيسندوه أكثر. فواش خاصنا نطبقوا تقاليد مجتمعنا بواحد الشكل هو أعمى بكل حذافيره وكأنها من الأمور المقدسة ولا خاص ترتيبات ولا قواعد خاصة يعني ناخذوا من التقاليد يعني المفيد والأصلح لنا. وفي موضوعنا اليوم يعني زواج الفتيات الصغيرات نبغيو بزواج يعني برجل مسن ولا رجل يعني كبر من السن نبغيو بروفيسور نعرفوا بالمخلفات والعواقب ديال هذا الزواج اللي في الغالب يعني كيرجع إما بالندم ولا بالتدمر ولا بالخيانة ولا بسوء معاملة الطرف الآخر يعني من بعد سنوات ديال الزواج أنه كاين فارق سن. هو الحضارة المجتمعات ماشي كلها يمكن لها تحصل وتوصل على حضارة. الحضارة كيخصها رقي، كيخصها علم، كيخصها عمل. والحضارة تتعبر في الأماكن الضعيفة والرقيقة جدا. الحضارة ما غتلقاهاش غير في تعامل مع التجارة وفي الترسانة القانونية وفي الجمعيات وفي الحضارة كتلقاها كيفاش طريقة كنأطروا اليتيم. الحضارة كنعرفوها كيفاش كنأطروا الخادمة الصغيرة اليتيمة في المجتمع. الحضارة كنعرفوها كيفاش كنأطروا الشخص المسن اللي ما عندوش حرفة وما عندوش ادخار ومريض. الحضارة كنعبروها في تعاملنا مع نعم اللي كتكون في واحد المجتمع واحد الحاجة مقبولة يعني فوقها نعم. كنشوفوا واش هذاك الشعب واش هذوك الناس اللي عندهم نعم واش كيتعاملوا معها بذكاء أم لا، ولا كياخذوا نعم إيد مطلق. الفكر الإسلامي مبني والحمد لله على ما هو واضح، والواضح فيه هو الفقه. الفقه في الفكر الإسلامي واضح، ثم ما هو مسمي الآيات البينات المحكمات مسمي، ثم ما هو ضمني وهذا استنباط يقوم به العلماء وذوي المعرفة، ثم ما هو رمزي وخضع الإشارة. فملي كنقراو في سورة الداريات ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون، هنا هذه ما غتفيدناش في الفقهي، ما غتفيدناش في الشرعي، ما فيها شي حاجة حلال ولا حرام في هذه الآية دي. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون. غادي نقدر نحكم بها في الورد، نقدر نحكم بها في الزواج، نقدر نحكم بها في الصلاة، ما فيهاش شرعي. ما محلها من الإعراب في القرآن؟ علاش وضعها سيدي ربي؟ غير هكاك معلومة باش ندوزو عليها نقراوها. إذا من اللي قلنا ومن كل شيء خصنا نسولو القرآن نقولوا ليه يا قرآن ما هو الشيء وماذا تعني كل من كل شيء؟ من كل شيء يعني غير المادي، يعني الأشياء المادية، هاد طيور شيء، الإنسان شيء، النبات الفواكه واش هاد الشيء هو شيء، ولا كل شيء مما نبصر ومما لا نبصر. فمن اللي قال لنا ومن كل شيء خلقنا زوجين؟ ما معنى زوجين؟ راه ردوا البال، راه ما قالش لنا زوجين ذكر والأنثى، راه قال لنا في آية أخرى زوجين ووضحهم ذكر والأنثى، هنا ما وضحهمش. فما معنى زوجين؟
يعني واحد نقيض الآخر. فالليل والنهار فين هو الذكر فين هو أنت؟ وليني واحد نقيض الآخر. فغنمشيو غادي نلقاو في القرآن الكريم يقدم قومه يوم القيامة، أنا كيتكلم على فرعون صلى الله عليه وسلم والعافية، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. بئس الورد المورود. ما هو نقيض بئس؟ هو نعمة. فإذا كيقولنا بالإشارة كاينين ناس عندكم غادي يقدموا قومهم يوم القيامة ويدخلهم الجنة. هذه شرعية، هذه ما كتقيش الشرع، هذه فقهية ما كتقيش الفقه، هذه فكرية. فعندنا من كل شيء في النقيض، فيما كتلقاو في القرآن الكريم حتى في الأفكار هناك زوجين. فهنا قال لنا وبئس الورد المورود. إلا مشينا تحت، لأن في التفكر خصكم آية ولا حديث يساعدكم ويكون إشارة لكم، ومن كل شيء خلقنا زوجين. يا ربي فين هما الزوجين؟ قلت لنا بئس الورد المورود، وفين هما الزوجين؟ خصها تكون عندها بجوج. إذن هناك نعمة الورد المورود. وما هو الورد؟ هو الاتباع ديال واحد السلكة فيها لفظ وفيها عمل طيب. فتدبر الزواج في المجتمع العربي لا زال يفعل تحت صيغة النكاح فقط وتحت صيغة المتعة المطلقة فقط. فالمجتمع العربي كله من مغربه إلى خليجه والإسلام كله محمل الامرأة 100% صيغة المتعة، وهذا همج همج همج. المرأة ما يمكن تحمل إلا جزء من المتعة، جزء ديال المجتمع والرجل. أما إلا مشى تحت تحط على كتافها هي كلها صيغة المتعة، إذن هي خصها تولي ما تبقاش بنادم. فعلاش الله عطى التعدد؟ لأن عارف الجهال غادي يحملوها هي صيغة المتعة، وقال على الله تعاونوا ربعة وعاد قدوا، تعاونوا أربعة، تعاونوا شو الله كما درش ربعة كل دار ألف ويوصلوا الألف. فاربعة ما معنى ربعة؟ ربعة هو المربع، هو ربع، هو اللي عطانا إشارة في البنية القوية. قلنا صيغة المتعة ما غتلقاوهاش في ربعة، ما غتلقاوهاش في ثلاثة، ما غتلقاوهاش في جوج، ما غتلقاوهاش في واحد، ما غتلقاوهاش في ألف، غتلقاوها لربعتو في المجتمع ودرتو بنية قوية لربعتو. فشكون اللي غيفهم الإشارة؟ وشكون اللي باغي يفهم المرموز؟ وشكون اللي باغي يتصنت المضمون الاستنباطي؟ لا، مجتمع احنا حلال، حلال اخو حلال. اذا احنا اللي عندنا حلال لا يتدبروا بذكاء. وسيدنا عمر علاش ما قطعش السارق يدو ملي كان عنده الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه هشه جدا؟ ما حرمهاش، تعامل معها بذكاء. قال هذا الظرفية غتآدي المجتمع الإسلامي كتر ما غتآديش. وسيروا عند عمر وشوفوا شنو قال في حقه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحق معي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحق معي ومع عمر بعدي. قال الحق كيعرفوه. فأصبح المجتمع كيتدبر أشياء اللي فيها نعم بالمطلق. وهي شنو خطورة؟ أن واحد المراهق قد 16 ولا 18 ولا 20 ولا 25 تزوج واحد عنده 50 ولا 55 ولا 60، فين المشكلة؟ أن الفتاة كتفونتاسمي، الفونتاسماتيزاسيون، الفا فونتاسمي. إي لو فونتاسم سي لو بور دو ليماجينير، سي لو روجيست دو ليماجينير، سي لو روجيست دي زيماج. وفين هو لو روجيست دي زيماج؟ فين هو؟ لو روجيست دي زيماج عنده جوج لي فوا. عنده لا فوا سيليست، في أي صورة ما شاء أركبك، دي لا فوا داكسي سيليست. وعندو لا فوا كي بيرمي ديفاكوي لي افكت كي سون لي راتاج دو لا سامبوليزاسيون اي دو لا كونسيبتواليزاسيون دان كونسيبت كيعطيو ان افكت. دونك الفونتاسم كيجي تو سكي راتاج اي فا ايسيي دو ليكستراير، او بيان سي ان ايفاكواتور دانغواس.
دونك الفتاة ملي كتكون أونغواسي ما نجحاش في قرايتها، ما نجحاش في خدمتها، كسولة عندها شوية الوجه وشوية العينين وشوية الصدر وشوية الفورما، كتفونطاسمي، كتجي هما كتقول لها تبارك الله بنتي، وكدير هذاك نط كتمطمط وكتقول لها غزالة بنتي، ما قالت ليهاش كسولة بنتي، ما قالت ليهاش بليدة بنتي، لا كتمطمط وتبارك الله هاد العينين والله ما تمنيت لك غا هذيك غا هيا تولي غار غتغرغر غتدخل في غتدخل عند لو سا. شنو هو لو سا؟ هو لو ليو دي بولسيون بريمير. شنو هما لي بولسيون بريمير؟ هما ميمي تيتي كاكا بيبي. وعاد ملي كيدخل لا بوبيرتي كيولي سيكسوي كتدخل حتى هي مع لو سا. فتو سكي بولسيون ملي كتجي هذيك غا كتهبط لينا لو نوايو سونترال كتهبط كتنعس تم هي كتجي البنية وكتكبر وكتشوف شي مغنية مفروحة كانت البارح كتبيع جلود ولا دابا هزينا في العمارية ديال عرب حيدل والحيوح وتصاور والكاميرا توقفين ان ستار ستار سيت اون اتوال كتبغي تطلع لا فوا لاكتي شنو هما لي فوا الوغ اون فا كريي واحد ليديال ليديال سي بور نو با كولبابيليزي باش ما نحسوش بالذنب كنسميوه حب واحنا درنا علاقات حب وتفاهمنا وغادي نزيدو باش نقدو لها الزواق وتلاقينا على سنة الله ورسوله. شكون قال لكم سنة الله ورسوله؟ بغيت تعرف سنة الله ورسوله هو ما هو شرعي وما هو فكري. الدين الإسلامي راه دين الأذكياء، راه ماشي دين الولادة. البسيط اللي ما قريش ماشي بليد، لأن كيمشي يسول العليم. فالعليم والفقيه والعارف في الأمة الإسلامية سو سون لي فيكتور كينوبو على البساط. والمصيبة هذاك اللي شاد جوج حروف وحافظ جوج كلمات وكيمشي وتيبدا يهضر وكيسحب راسو كيفكر. فملي كتزوج هي واحد كبير في السن وكدير لا فونتازمي كتفونتازمي كتم جايه لا كاستراسيون. شنو لا كاستراسيون؟ هو كتلقاه كيعرق، هو كتلقاه حشاكم تيتنفس، هو كتلقاه تيشم ريحه الوسخ، هو كتلقاه بخيل، هو كتلقاه تيضغط، هو ايوا شد لك هذيك البعويده وعصرها مصها مزيان ايوا شويه وليتي تتعصبي، وليتي خصك تمشي ديري اللدون، وليتي خصك تمشي ديري السحور، وليتي خصك تمشي ديري السم، وليتي خصك. كنوليو شنو حطينا في المجتمع؟ حطينا دي بومب اش، دي بومب هيدروجين كنزرعوهم. شكون المتضرر الاول؟ الولاد. لان المراه ملي كتنكح والراجل ملي كينكح ونسالي وقضيه النكاح ما بعد ملي كيجيو اطفال ما بعد اش غنديروا؟ النكاح شحال من كيضل الانسان نكح النهار كله؟ النكاح راه ساعه، ملي كتسالي ساعة راه عندك 24 ساعة، اش غدير في 23؟ كاين شي كتب، كاين شي ذكاء، كاين شي تأطير، كاين شي مفاهمة، كاين شي صبر، كاين شي غاية. شنو هي الغاية ديال الزواج؟ واش هو فقط النسل والنكاح ولا المصاحبة؟ وشنو هو الغاية ديال المصاحبة؟ هو رفيقها ورفيقته باش يديروا شي حاجة صالحة ينالوا منها صدقة جارية. وشنو ينقطع عمل ابن ادم الا امتلات؟ ودرنا النبي صلى الله عليه وسلم في خانه العمل الابن الصالح. والابن الصالح الحباب ماشي اصله نكاح، والنكاح الحباب اللي غيعطيك الابن الصالح والله ما كانت فيه مقام المصاحب للشدوه. مرحبا، تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر من خلال البرنامج بكل وضوح. فاصل وغادي نمشيو مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه. مرحبا، الى عندكم اي تساؤل بروفيسور مامون مبارك دريبي اتصلوا بنا اللحظه على 0522 46 72 50 51 52. لقنا بكم مستمعينا مازال مستمر من خلال البرنامج بكل وضوح. غادي نمشيو مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه. معنا هشام، اول مكالمه من الرباط. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام دكتور. مرحبا سي هشام. بارك الله فيك، لي عظيم الشرف والله العظيم. بارك الله فيك، أحبك الله ورسوله. الأمنية ديالي نسمع صوتك ونشرف معك. مرحبا بك، مرحبا بك سيدي هشام، مرحبا بك. أستاذ عييت لك، أنا عندي واحد الحالة اجتماعية. يكون بس. كانت الزوجة ديالي تصابت بواحد ديبرسيون نيرفوز. وعاشت واحد الحالة يرثى لها. يعني وقعت في درس واحد الكلينيك ولا ما نسمي عليك، وكانت تمنعت من الزيارة العائلية. تسمح لي في الراديو دكتور؟ تفضل. فما كنسمعوكش، تفضل. أه
كيرجع ما غاديش نشارك مزيان. قلت لك هذا الدكتور وقعت لها ديبرسيون نيرفوز وكانت عندها لا فيزيت انترديت بالنسبه للمنفعه. انا ما كنت معليا ما بيا ما عمري عرفت بانها كتعاني شي مرض ضغوطات عينيه. كانت وفات لها الوالده ديالها وكنا عايشين دابا حنا انا وياها والاسره ديالنا اللي متكونه من ثلاث الاطفال. ومن بعد مني شحال في عمر شحال في عمر الزوجه ديالك؟ شحال في عمرها؟ دابا عندها تقريبا شي 40 سنه. وانت شحال في عمرك؟ انا عندي 43 سنه. تفضل سي هشام. نعم استاذ. تفضل تفضل كمل. قلت لك مني دوزت تقريبا في المصحه شحال وهي من فيه. مني خرجت نصحني الطبيب باش نغادر المدينه بصفه نهائيه ما نبقاوش فيها اكوز ديال الستريس ومشاكل العائليه. دابا حنا اللي كان المشكل عندي معاه حساب مساله الفراش. يعني كنت ديما متعدد الطلبات وهي ما كتبغيش تلبي ليا سميتو وهي كيبقى في الحال علاش ما كتلبيش ليا الطلبات ديالي هادشي. ملي مشيت عندها الكلينيك وقلت لها راه انت ما كاينش شي مشكل بالنسبه لنا انا وياك متفاهمين ما كاينش شي مشكل كاين حاجه ولا الدكتور قال لي حاجه اللي قالتها خصك تنفذها. دابا انا في مدينه الرباط وهي في مدينه اخرى هي والدراري. الله. وكان عايش واحد الحالة أنا باغي نضحي جميع الحوايج على قبل ولادي. أنا باقي عندي ولادي صغار ومحتاج ليهم محتاج تربيتهم ومني كنمشي عندهم. شحال في عمر وليداتك؟ شحال في عمرهم؟ الأول الكبير عنده تقريبا دابا عنده شي 11 عام ونص. والثاني والثالث؟ الثاني عنده 9 سنين. الثالث هو اللي عنده 3 سنين. السيدة عندك خدامة؟ كانت خدامة ودابا ريحت على قبل الحالة الصحية ديالها لأنها دارت في لا كوميسيون ميديكال وعطاوها راحة. كاين شي واحد كيعاونها في التربية ديال الوليدات؟ لا دابا حاليا ما كاينش. دابا بوحدها مع ولادها؟ دابا مع بوحدها مع ولادها تما ولكن كتجي عندها المرأة ثلاث مرات في السيمانة وكتمشي. فاش نقدروا نساعدوك سي هشام؟ دابا ما عرفتش دابا صراحة أنا دابا ملي كنمشي ما كنعرفش واش كنعرف واش كنتصرف. دابا الدراري كنمشي عندهم لقيتهم بحال غلبوها. اه راه حيت غيغلبوها ثلاثة البلاد راه غادي يغلبوها. وهادشي غادي يفاقم وحتى الجو غادي يفاقم. نعم. وهادشي غادي يفاقم من الوضعية ديالها. لأن ديجا هي كانت الحالة الحمد لله تحسنات. الحالة النفسية ديالها تحسنات الحمد لله. ولكن ملي كنمشي دابا مثلا الاسبوع نهايه الاسبوع كنمشي نحضر مع الوليدات وداك الشيء يعني ما كنلقاش داك الشيء كما ينبغي. يعني كنلقى الدراري اجيتين باغيين يلعبوا وباغيين يجري وباغي كل شيء وصوت على الدراري في المدرسه لقيت بان المستوى ديالهم طاح شويه ما بقاش كما كان هنا في المدينه. والدري الكبير كيقول لي بابا وعلاش علاش علاش ما بقاتش معاك المراه والدراري حيت الطبيب ديالها قال لها خصها ترحل من المدينه؟ خصها ترحل من المدينه ما تبقاش فيها. علاش في مدينه الرباط عندها خصها تكون حدا عائلتها حدا شي وحدين من عائلتها. ونهار اللي غيموتوا عائلتها؟ ايوا دكتور دابا انا حير دابا صراحه شحال مره كنبغي ما انا حيت العائله راه كيسافروا وكيموتوا الناس. راه كاين اختك غتزوج غتمشي خوك غادي مؤخرا دابا ملي مشيت الدري كبير لقيتو جاب واحد النتيجه ماشي هي هذيك. ملي مشيت للاستفسار ديالو لقيتو انه ما كيتسماش ولا مغير شويه اضطريت انا ملي نتعصب شويه ضربتو. واخا ملي تبقى فيا الحال ولكن ما كنضربوش كاع ديما ولكن اضطريت باش نضربو. دابا انت في الرباط ساكن بوحدك؟ اه. هي كتاخذ ادويه كتاخذ تريتمون السيده؟ كتاخذ عندها تريتمون سو تريتمون. واخا خويا هشام نعطيك رايي دابا شويه في هذا الموضوع. مرحبا. شكرا هشام على تواصلك معنا من الرباط. وصراحه انا بروفيسور يعني كيف قلتي ماشي حل على اساس انه مثلا تقرب العائله وتقرب لامها وخوتها على حساب وليداتها وزوجها. لي زامريكان عندهم واحد لا ميثود هما من القلال اللي كيخدموا بها ولقاو عطاو بها نتائج لا ريزيليونس كيجي شفتوها في الافلام ديالهم اللي كتشوفوا الفيلم ديال كابتن امريكا. هذاك المدير ديال الفرقه اللي كيمثلو سامويل جونسون ولا جاكسون جو مابيل بيان كيدير واحد الباندا على عينه بحال اللي متقوبه عليه عينه بحال ما عندوش عينه.
وتمثل في 2015 وفيلم بحال كابتن امريكا ولا غتشوفوه في بزاف ديال الافلام ديال مارفل كتشوفوا هذا الممثل كيدير هذيك الباندا على عينو ديال اللي كانت كدار في القرون الماضيه ملي الناس ما كانش عندهم يديروا عين ديال الدجاج بورتون هو في الفيلم يصون في واحد الحقبه تكنولوجيك عاليه سؤال علاش ما استفدش من التكنولوجيا العاليه وصيب عينه علاش كيمثل بالباندا لان لا ريزيليونس هاد لا ميثود دو ثيرابي اكتشفت في الحرب العالميه الاولى زمانيكا غادي يخدموا بها في الحرب العالميه الاولى وغادي يزيدوا يعمروا بها في الحرب العالميه الثانيه ملي كيتموا جايين هذوك جرحى الحرب هذا مقطع عليه يدو منتقبه عليه عينو هذا مقطع عليه رجلو هذا مات صاحبو لي لاتان اللي هما لي فرونسي ولي ايطاليان ولي اسبانيول اللي كيقوم بالعلاج ديال الجرحى ديالهم هما لي سير هما هذوك الرهيبات هما اللي كانوا كيتكلفوا بالعلاج الجرحى فالرهيبات كيكونوا مزيونات في لباسهم وجههم حنينات وكيشدوا واحد وكيبركوا يصلي وحداه وكيضمدوا له جراح وكيواسيوه الامريكا ما كاينش الرهيبات واحد من هذوك الجنود اللي تجرحوا مقطوع عليه يده ولا رجله ولا فرمله وكيداوي صاحبه فعلاش داروه في كابتن امريكا هذاك ديال الباندا راهم تيدقوا لانهم واعرين في لاسامبوليك كيدقوا تيقول لك حنا شعب كنخدموا بلا ريزيليونس شنو هي لا ريزيليونس جابوها من الدومين ديال الفيزيك يعني كتشد واحد التنيسه ديال البلاستيك وتطوعها مع الحيط هذيك الجنب ديالها اللي كيضرب مع الحيط كيتضغط كي هو كيقول الدقه واحد لقيتها كيتمطط وتيعطيها قوه كتمجيه فكيقول لك هما خصك تمشي في لا ريزيليونس تمشي تجيب القوه من الضربه من داك الضرب ما تهربش من الضربه سير جيب واجه هذيك الضربه اللي ضرباتك انت اختاريتي سيده في القطاع الفني كتكلم معي مؤخرا كتقول لي وما قدرتش استنى نحقق مالي ندير وليدات قلت لها واش انت اختاريتي الفن ولا هو اللي جاش نقع عليك واختارك قالت لي انا اللي اختاريتك تتحمل مسؤوليتك شتي علاش حنا كنبقاو نحلموا كنبغيو كل شيء ونجحوا في كل شيء كنديو ولادنا ليزيكول دو ميسيون ونهضروا معاهم غير بالفرنسيه ونوكلهم غير ماكله النصارى تيكبروا كيمشيو لفرنسا ولا لاوروبا ما كيبقاوش يعرفوا امهم وباهم ووالديهم وكنبدا نقولوا ولاد الحرام تسيفوا لا صبغتوهم هذيك الصبغه شربتوهم هذاك الورد مشاو لكم لعند جدودهم اللي نتوما قلتوا لهم لوزونسيت خصهم يقولوا عطيتوها عليهم فخصنا نكونوا شويه واعيين في المسؤوليه ديال الافعال ديالنا السيدة وقع عليها أزمة دارت حالة هستيرية وحالة مرضية وتعطبات وطاحت الضرر مع المدة كيتمتص والضرر مع المدة كنهزوه واحد دار حادثة تقطعوا ليه رجلو جلس في الدار عام هو بيع وشري تاجر كنعرف ولادو نعرف مرتو نعرف حفيدو تعاودوا لي ولادو قال لك داز عام قال لهم ولادي جيبوا لي الكرسي جابوا ليه الكرسي ديوني ولادي للحانوت ابا راه قال لي ولادي ما رديتش باك يخرج بلا رجلين باك راضي يخرج بلا رجلين تعاودوا لي ولادو قال لك ولينا نمشيو لعند لي فورنيسور كيف كان ولا يسافر في المدن كيف كان وهو ما عندوش رجلين في كرسي لاحظتي هو هذاك الراجل بوحدو ما دارها معاه ثيرابوت ما دارها معاه مشى هباط لقاع البير ضرب في قاع البير طلع من قاع البير شنو طلعوا بان كل شيء عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كاين اللي غيموت مكمول كاين اللي غيموت ما عندوش رجل كاين اللي غيموت مقطع عليه الدو كاين اللي غيموت عمى كاين اللي غيموت فيه الكونسير كاين اللي غيموت سالم الصحه كل شيء غيموت اللي مشى دار اوبيراسيون دو شيروجي استيتيك وقاد فمه ولا قادت فمه غتموت اللي مشى عمر الصدر بليساك ديال اكس واكراك السيليكون غيموت اللي عمر الكونت بلي مليار غيموت
اللي مات بالجوع غايموت. فهنا خص نمشيو ندوي مع خص هشام يمشي يدوي مع مرته. هي إيه صيغه الضعف كاينه، ها انت ضعيفه وفيك الحاله هذه، على كاع اللي عندهم صيغه الضعف خصهم ولادي وحدهم. ها هما عندنا افارقه ما عندهم لا هم ولا باهم ومزوجين والدين. عمرك شتي شي افريقيه دايره ديبرسيون؟ ها انتم كتشوفوهم معنا في المغرب اللي بغى يتعلم شويه الصبر. حنا شحال مسلمين، حنا كنا كنعطيو دروس الصبر، دابا خصنا حنا ناخذو نتعلموهم. ها هما معنا افارقه وافريقيات كتشوفوهم مركبين ولادهم وتيخدموا وابتسامه في وجههم قداك. سير سول شي افريقي يقول شنو هو الديبرسيون. وقادي وادي فيديت كوا فيديت كوا روفر ديبرسيون جو كوني با ديبرسيون ديبرسيون ما كما نقول امي ديبرسيون دو كوني لو سولاي دو مونجي لي نواج جو كور دون لا رو جو سوي كونتون دوروز جو سوي فيفانت. اش غتقول لك شنو معنيتها؟ معناتها بان الديبرسيون ماشي حقيقه، ماشي مرض، مرض ماشي صعيبه، صعيبه ووضعيتنا الاجتماعيه ما كتسمحش لينا نمشيو نديرو الحلول المثاليه. ما عندناش المستشفيات، ما عندناش بلاصه الاستشفاء ديال الاضطراب النفسي، ما عندناش الامكانيات العلاج. اشنو غنديرو؟ نبقاو نطالبو الدوله ونغوتو ونقولو خص دير خص دير، وصايبنا تسناننا بعدا. عندنا حنا مصحات ديال الاسنان وعندنا بلايص الاسنان موجودين فيما مشيت تحل فمك يصيبوك سنانك. لقيتي تا فين دير الراديو لصدرك ولظهرك؟ سير دوز قلب دير الراديو فشي بلاصه وريني ودوي لي قول لي. وحده فيها 60,000 زحام وبلايص اللي فيهم لي زاباري ما فيهمش البيليكول ما فيهمش الماتيير بريمير. ها الاله كاينه وسير تصور تا هي بالجاج. قادينا بعد حتى لي سوان بريمير كاملين قاديناهم باش نطلعوا للفوق. ما خصناش نبقاو نديرو حلول سكيزوفرينيه في واحد المجتمع اللي يلاه بدا كيربي الريش، يلاه بدينا كنديرو حلول اقتصاديه، يلاه شويه الناس كيترقعوا. يا مشينا خرجنا العزيمه وخرجنا الثبات، ايه لاله هاتي فيك هاد الامر. كاين تاخذ دواء متبع راه متبع تعاود تمشي تخدم وتبقى حدا راجلها في العشيه تخرج يوم وراجلها يمشيو للقهوه ويمشيو يتساراو ونجيبو شي سيده تعاون تقابل الوليدات. لان كيف ما كان الانسان معطوب. وسيروا شوفوا الفيلم ديال ستيفن هاوكي والسيد اعاقه كلها وما عندوش القدره يجامع مرته بشكل منتظم وحس بها كتميل لواحد السيد حس بها وعيط عليها قال لها نطلق سراحك بدات كتبكي قالت ليه لا راه قال لها لا نطلق سراحك. هذا فعل المسلمين، المسلمين هو كيعيط لمرتو كيقول لها الشريفه وانا شفتك معايا ما بقيتيش في خاطرك وديما مغوشه وديما معصبه وديما نطلق سراحك. مسلم هذا هو ديالنا الدستور ديالنا. دابا بروفيسور ربما هشام رحم الضعف ديال الزوجه ديالو على اساس انه وغادي يبقى تغيزني بقى مع وغادي يبقى مسكين معلق. دابا هو شاف هذا الحل غادي يبقى معلق. هذا هو حل نعتقوا المراه والدراري والراجل نضيعوه. الحل خصو يكون شمولي، نديروا هذيك السيده ما عندهاش هذيك امها ولا امها مريضه ولا اختها مقابله ولادها. شنو هو تمشي عند امها تمشي عند عائلتها؟ شنو هو عائلتها؟ هما جيرانها، هما حومتها، راه هما عائله. فهنا خصو مشي عند مرته اياها لالا نرجع عند الطبيب ومشي عند الطبيب يقول لها سيدي انا هذه الحاله اللي انا فيها صعيبه عليا وصعيبه على ولادي. الله يخليك دابا راه كتسمع عليك، انت عطيتيها دابا النصيحه الاولى ودارتها. الله يجازيك الشريف والله يجازيك الشريفه، راه كياخذوا برايكم وتحترموكم. هذا حيت حنا في امه سمعنا واطعنا وهذه فضيله خصها تبقى. كنسمعوا للمحامي وكنسمعوا للطبيب وكنسمعوا للشرطي وكنسمعوا لرجل الاداره وكنسمعوا للقيد وكنسمعوا. فخصو يرجع لعند الطبيب ويقنعوا يقول لها سيدي واش دابا غادي نبقى انا تندير مره ثانيه؟ تنولي مصاحب؟ تولي المراه منغصه تقول لك حيت انا مريضه تخليتي عليا؟ ولا ولاو الاطفال كيعانيو؟ قول لا خاص الطبيب ديالها لا عفا بنتي كاين ادويه وكاين انشطه. ملي كيكون انسان كيتحرك شابه اشتغلت معها عندها اعاقه ديال النصف ديالها كله بعد ما جات حادثه
آية في الجامع. ولا تخيف ما غتزوجش، جاها الاكتئاب مبقاش قادرة لا تعيش وتاكل. بعد ما دوزنا المرحلة الأولى ديال الصدمة، فيما تجي عندي تتبكي. واحد النوبة قلت لها عفا بنتي، أنا كنحب قرايتك، تنحب ذكائك، وتنحب عقلك، ممكن عفا بنتي تبدا تجيبي لي غير عقلك عندي؟ تبغي تبكي انت سيري عند هذه السيده هذه وكدير ليها لا ثيرابي وتخسر عندها ودوي معها وفتح قلبك تما وفضفضي. اما عندي انا عفا بنتي جمعي راسك واحد الساعه العرب ممكن؟ قالت لي واخا عمي. قلت لها تقدرتي تجمعي راسك ربع ساعه؟ جمع راسك ربع ساعه، وين في هذيك ربع ساعه عفا بنتي عطيني هذاك العقل وعطيني هذيك القرايه اللي عندك. خدمنا عامين وكذا، انجزنا مشاريع، حققنا مقاولات، درنا منتوجات، ولات السيدة ربت مقاولة، ولا عندها الكارد فيزيت، ولا عندها مرجعية، ولا نجاح. مؤخرا بركت معها وسولتها أمضرها بنتي كيف حال هذيك الصدمة وهذاك الإعاقة وهذا؟ قلت لي في خبارك عمي راه كل شهر كنتخطب. وشكون اللي كيخطب؟ بيلوت دافيون، ميدسان، أم دافير. قلت لها عقلتي نهار تلاقينا كنتي صافي أستي. علاش؟ لأن الإعاقة في رجلك وفي يدك وفي كتفك، وظنيتي بأنك ساليتي. ياك باقي الشخص هو الشخص نيت، شنو اللي غيرك؟ قالت لي الإنجازات اللي درت. قلت لها هذيك بنتي هي قل أعماله سير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ورجعنا لكم مستمعينا، انتم في الاستماع دائما البرنامج بكل وضوح. نواصلوا باقي المكالمات معنا. زينب من دار بيضاء. الو الو الو، السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. وي نقدر مع الدكتور؟ اي تفضلي انت معنا مباشره. تفضلي. وي وي دكتور، انا جو سو اون فان، جو فو ادور. بارك الله فيك. انا نهضر بيك دونك جو مي بريزونت. مرحبا لزينب. زينب جو 33 ans، جي دو انفان. تبارك الله. 7 ans et 2 ans et demi. Le problème est عندي هو مع ما في كي 7 ans. Donc elle avait un retard dès le début, retard, c'est-à-dire dans le regard, elle coule tout ce qu'il faut, les analyses, le PA, l'examen neurologique, oui, tout ce qu'il faut. D'ailleurs, j'ai été suivie par une pédopsychiatre, on n'a rien détecté, pas un diagnostic. Retard fâche, le langage fâche, retard. Oui, peut-être le retard fait mchir un petit peu vers 18-19 mois. مشي نادينا عند دكتور بيديتر، قالنا نو فوز انكيتي با، ابخي الا مارشي رابيدمون. ومن بعد الغوتار في لو لانكاج افيغ 3 ans، ايل فورمولي فريمون، ايل ديزي كيلكو مو، واحد 3 4 مو. دونك درنا لي بيلون، تو سكي فو، فريمون تو سكي فو، اون ريان ديغنوستيكي، سوف اون نوز ابريسكري دي سيونس دو بسيكوموتريسيتي دورتوفوني. ايوا ما نقولكش دكتور شحال درت لها ديال لي سيونس، داكشي بزاف بلا سمين بلا حساب. Depuis 3 ans, elle a 7 ans, ça fait 4 ans, ou un FHJ. Et je fais tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai essayé un coach, j'ai essayé la psychologue, j'ai en France. Vous savez, avec la pression des écoles, ils mettent les mêmes enfants dans le même moule. المدرسة هي كي تجي تاخذ بنتك من الدار تقيدة عندها، ولا انت اللي كتمشي تقيدي بنتك في المدرسة؟ لا انا اللي مشيت، ولكن كل جاوني كلهم كلشي بحال لا 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 الله يخليك، ماشي كلهم بحال. شتي اي مدرسه تقول لك ندير كونكور لولدك حيد ولدك؟ اولا قانوني ما عندهمش حق. واش كاين شي قهوه كتقول لكم ندير لكم كونكور دخل تربو قهوه عندي؟ واش كاين شي مستشفى غادي تدخل لي يقول لك ندير لك التحليله واش صالح تدخل المستشفى ولا؟ علاش خلينا المدارس يديروا ما بغاو؟ علاش؟ واش كاين شي صيدليه كتقول لك ندير لك تيست وندير لك كونكور باش تدخل عندي تشري؟ علاش خلينا المدارس يديروا ما بغاو؟ لان حنا عطيناهم واحد القيمه اكثر ما يستحقوا. انا من الناس اللي ما كنفرطش في التعليم العمومي وفي التعليم الحر، راه كاين فرق ما بين المدارس الحره وما بين المدارس الخاصه، راه فرق. المدارس الحره داروها المغاربه لقيتها ديال الحمايه اللي كانت في المغرب باش ينافسوا ويناضلوا ضد المشروع الوطني والهوية المغربية، هذيك هي التعليم الحر. فكان ديك الساعة الحماية كتأثر لعدد من المدارس، وناضوا المغاربة
وزاروا حتى هما مدارس ديالهم وتتعلمهم الهويه المغربيه وتعلمهم الدستور وتعلمهم القران فها هو التعليم الحر. من بعد غيجي التعليم الخاص اللي هو مشروع تجاري. هذا المشروع التجاري خداو ليه واحد الاداه ماركتينغ سميتها لا بيرفورمانس. شنو هي لا بيرفورمانس؟ باش بداو بعدا اصلا باش بداو بداو بالوليدات ديال المدارس العموميه اللي ناجحين معدلات كبرى. لان لما عندكش لو ليفر في الماراطون ما غيجريوش لك اللعابه فكتمشي كتجيب ديال ليفر. ليفر هو اللي يكون في الاول في الكوكبه كيجر. بعد ما تيجيبوا لي ليفر اللي هما ولاد الشعب اللي ما كانوش هما والله تيحصلوا كيمشي يجيب لي ليفر كيسيب له هذوك اللي عندهم كيسيب له صحاب 17 18 19 كيجيبوا منهم. كاين اللي كيعطيوه فلوس باش يجي يقرا عندهم كاين اللي كيقيدوه فابور. وانا راه كنحشم مولا تندير موقع ونحط هذا بهذا 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 كي تخدم. ولكن مش غناش اللي غرضناه هو ننبهوا الناس ما كل واحد حر في مقاولته وحر في شغله. فاي مدرسه تقول لكم ندير تيست لولدكم حيد ولدك. انا ما كملش نص ساعه داوي معايا دكتور شيرشور قدو قداش في الصعيد العالمي. مدرسه كتقول ليه ولدك الكبير مقبول ولدك الصغير ما مقبولش حيت ما نجحش في التيست. هيت عليا قال لي باش نصحني قلت لي غنصحك تحيد ولدك الكبير ولكن نتوما كتبهدلوا براسكم دكاتره وباحثين وكتخلي واحد ما كيفهم حتى حاجه يعطيك انت درس في التعليم انت اللي خصك تقريه كيولي هو تيقريك. علاش كيقريك هو؟ حيت عنده عماره ار بلس 5 فيها الالومنيوم والجاج ومستفين واحد سبعه ديال الصفرين وخدام تيضحك عليك. فانتوما تتنوضوا تتنحروا ولادكم. مدارس كاينه حره يا عموميه يا خاصه حره متوسطه فيها الرحمه وتتشوف الوليد والبنيه. لان كعرفت انا لزينب من الوقيته اللي بنتها عندها 3 سنين صعوبه. الى الواحد فدا على سناء في يده ديه لعند اكبر كيني في العالم شحال خصو الوقت باش يبرم الفدا؟ يقدر يبرى في ساعتين لا يقدر يبرى في نهار وليله. كيخصو واحد الوقت اللي الجسم تيفرضو. الجسم ما هو لا كيني ولا اللازر ولا اللي بغيتي. الجسم تيفرض القانون ديالو. فشنو تدير؟ تتساعد الجسم بواحد الادوات ما كتسرعش الوتيره ديال العلاج اللي كيكون ان تيسو ديشيري الداخل وتطير السما السابعه. عندك واحد لو طون دو كونفاليسونس ان طون. عرفتي شنو هو السيرفو؟ دي مليار دو سيلول دي بروسيس كونيتيف. شنو هما لي بروسيس كونيتيف؟ سي دو لانفورماسيون سي دي سيستيم اوبيراتوار que nous devons intégrer pour pouvoir marcher. فقبل كنا كنديروا الماطع باش نمشيو شي باش الدري يتعلم يمشي كيتعلم لي ميم زوبيراسيون ماتيماتيك. كاين وليدات اللي كيعزف على البيانو العقلي ديالو بسرعه. كاين اللي كيبقى مساكين يتعطر. شنو خصو؟ ان طون دادابتاسيون ان بو بلو زالونجي كو لو طون considéré comme normal. هو الاتر ما كاينش شي حاجه اللي فيها فاريابل ابسولو. واحد هضر على عامين ماشي معنيتها كلهم غيهضروا على عامين. لي سيانتيفيك في هارفارد كيقول لك il y a des enfants qui enregistrent. هما لقاو دابا مؤخرا ان كاتيجوري ماشي ما كتعرفش تهضر كتعرف تهضر وما كتهضرش تقعد عندهم خاصيه كيبغيو يحفظوا كيسمع لك كيجيب لك الحاجه اللي بغيتي ما كيهضرش معاك. سموهم لي زونفون كي اونريجستر لي بيبي كي اونريجستر. اذا دابا هاد لي شيرشور اللي كلاصاو هاد الكاتيجوري في لي بيبي كي اونريجستر ما كنتيش غتلقى هاد المعلومه هادي 10 سنين ما كنتيش غتلقى هادي 15 عام. 15 عام كان كيهضر ما كيهضرش هما حيت ذكيين ما كيبغيوش لا بونسي بيبولير ولا اوني بولير كيبغيوها ملتي ديمونسيونيل. فلو كنت انايا كنعرف لالا زينب اللي بنتها عندها 3 سنين 4 سنين كنت غادي نقول لها ديري برنامج المدى ديالو نوصلوا لسبع سنوات باش تبقى الوتيره غادا بشويه ونبقاو غاديين بشويه بشويه. ولكن ملي كتدي بنتك لواحد المؤسسه
شعلة فيها العافية وكيشربوا الولاد الناس وكيشربوا الكيروزين حتى يسالي الفصل ونطردقوا الطيارة نكملوا نطردقوها بالخير. تفضل البروفيسور نكملوا نصيحتك لزينب. مؤخرا كنت في لقاء مع واحد طبيبة ديال الأسنان معرفتي، طرحت لي واحد السؤال، قالت لي يا أستاذ العديد من الطلبة كيجيو لعندها العيادة يداويو أسنانهم غير كيتمغطوا في لو ديفا كيبداو يبكيو 19 عام 20 عام 21 عام. قالت لي كتسولهم مالكم، تقول لها نهكاتنا القراية وحنا مرهقين. قالت لي غير يتكا عندي في الديفا غير ندق ليه البنج. قالت لي ولد ولا بنت؟ قالت لي واحد العداد وقعت لي، قالت لي هنا حتى تفاجئنا واش شنو عندهم واش وقع ليهم. قلت لها هذاك هي لا ديناميك دو بيرفورمانس. الطايره لالا علاش كيمشي مسافه بعيده؟ راه ما كيديرش مجهود هو في الطيران، شتي ما بين الدراع ديالو والمقدمه الجناح، راك شفتو ملي كتاخذوا الجناح ديال الطير كتلقى واحد لو طوندون ما بين الدراع والكتف ديالو، كاين واحد الميوسكل داير بحال لامورتيسور. الكونغورو راه ما كيعياش من التنقاز، لان عند القدم ديالو لتحت ومع المولي ديالو عنده واحد لو طوندون بحال لامورتيسور. غير كيورك التوريكه الاولى بعد ما كيتنقز الكونغورو في الارض وتيورك بالثقل ديالو على رجلو، هذاك الطوندون تياخذ القوه ديال الضغط، كيبقى هو غادي خدام بوحدو كيدفع فيه. الطير عا كيتلونسا الضربه الاولى الثانيه الثالثه، هذاك الطوندون حدو كيشد الانرجي، كيبدا هو تيخدم ليه الجناحين، تيبقى هو غير كي براسو كيحرك الاتجاه خدام اوتوماتيك. فدابا القرايه راه بحال هكا، خصها واحد لاكادونس نلونسو فيها ولادنا في البريسكولير كنوجدوهم ليها وتنطلعوا شويه وتنوصلوهم للبريمير كنلونسيو لاكادونس، وخصو يبقى غادي ناتوريلمون بواحد لاكادونس غادي بها غادي بها غادي بها تينجح في الباك. خصو كادونس ناتوريل. شنو هي لا بيرفورمانس؟ لا بيرفورمانس هي اللي كنشوفوها عند البطل ديالنا القروج وعند حبيبنا سعيد عويطه. شنو هي لا بيرفورمانس؟ هي كيبقى غادي في نفس الوتيره مع الكوكبه، جري 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 جري، كتبقى هذيك الدوره الاخرى كتشوف القروج كيزيد يسرع فيها تيعمر وتيتقى ضرب 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 ضرب. عمرك شتي القروج ولا عويطه من الاول غادي سابقهم بدوره؟ لا بيرفورمانس، لا بيرفورمانس هو هذاك الاخر كتجمع ليه واحد الطاقه كتغرك وتتحني راسك وتطلق، باسكو كتعرف باقي لك شويه الهدف، خصك تضرب كرونو وخصك تجي الاول. لا بيرفورمانس سيت اون اكسيليراسيون، ما يمكنش نمشي من ديبار بلاكسيليراسيون، كتحرق الموتور وكتحرق الطاقه وما كتبقاش عندك الحلاوه ديال الحاجه. ها الصقوعيه ديال الجهاج دخلوا المغرب، فخبارك بان لي زاميريكان داروها هذه 40 عام وبعدوا منها، مشاو هربوا مابقاش كيحملوها، دازوا من الكوفيسيون انتيليكتويل للكوفيسيون ايموسيونيل، كانوا كيعبروها بالمنطق لي زاميريكان، دابا ولاو تيعبروا بالذكاء العاطفي. لي زوروبيان خدامين سون تخان دبانيغ لا بيرفورمانس. احنا مع 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 قوم جهال، قوم تباع، قوم بني ويوي، عنده شي حاجه سميتها البريستيج. شنو هو البريستيج بالنسبه ليه؟ شنو هو؟ هو يكون عنده ولد فلان وولد فلان، ويكونوا هذوك ولد فلان مع ولد فلان مكونيكتي مع ولد فلان وولد فلان، يعني هذه واحد الزمره اون كاست سوسيال. اش داني انا ندي ولدي لكاست؟ اش داني؟ احنا المسلمين قاعده ديالنا راها في الشعب، احنا راه ماشي اليتيست، المسلمين راها في لاباز. النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لك لا حبيتوني حبوني في الفقراء، ما عنيتهاش اننا كنبخسوا الاغنياء والاقوياء، ما كنقولوش نحيدوا، احنا ماشي واحد الشعب كنهرسوا الاختلاف ابدا، ولكن احنا مع الاغلبيه، الميزان ديالنا مع الاغلبيه ام مع الاغلبيه. فملي نشوف ان كاست كي اون تران سوفير الله يعاونوا بها، هو كلوب ديالو هذاك، فليدعو ناديه سندعو الزبانيه. وسير سول على الزبانيه ملي غتوقف عليك، كنتي في نادي فليدعو ناديه سندعو الزبانيه. فكونوا الله يجازيكم بعقلكم، والله مشيتي تحطيتي ولدك في ليكول دو بيرفورمانس
جهدوا اش كنشوف طلبه كيقتلوا والديهم كيقتلوا ماشي ديال كلاس بريبا على كلشي قد عليك كلاس بريبا ما هياش نخبويه ديال كلاس بريبا هي مديوره لي ماتو بور اللي عنده المات في الدم ماشي اليتيست هي هي مديوره اللي فورماتي بور لانجينيوري لانجينيوري الفوندامونتال شويه كاين حداها شويه اخرى كتلقى العائله الا ما دارش ولدو الميدسين كيخصو يدير كلاس بريبا ولا ما دارش كلاس بريبا صافي ما يدير والو كاين اللي وصل كلاس بريبا ما قدرش يعني كيتبلوكا الولد على كاين اللي نجح كمل كلاس بريبا وما تقبلتوش شي كون ديكول ورجع وعلاش درتي هذيك التعب وهذيك التكرفيس ما معنيتهاش اننا كنطيحوا المستوى معنيتها كنخليو المستوى طبيعي حنا المسلمين كنحبوا العلم عندنا في الدم لانهم قرون لينا العلم مع الدين اللي كيحب الصلاه واللي كيحب لا اله الا الله محمد رسول الله كتلقاه كيحب العلم حنا الدين ديالنا مبني على العلم والعمل راه والله ما تعرف الله لما كنتي من اهل العلم والله ما تعرف اسرار الاسلام لما كنتي من العلم ما حدك انت تتغلغل في العلم وانت كتوضع كتلقى فيه شي حوايج كيخلعوك ماشي كيخلعوك بالخوف وتيخلعوك بالاعجاز كتلقى العظمه 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 في شي صور حتى كنبقى انا ندور بحال شي طرومبيه فر نعاود نرجع نقراهم فر نعاود نرجع نقراهم واش دار اش دار اش دار اش دار فعلاش كتبعوا لا بيرفورمانس علاش ملي تجي تقول لك صاحبتك راه قيدت ولدي في المدرسه الفلانيه وقاطع بعض بعض وتجي اختك وتقول لك قيدت بنتي في المدرسه الفلانيه قاطع فاطع فاطع قول انا قيدت بنتي في المدرسه الفلانيه طع فاطع فاطع هذيك المدرسه ما معروفاش يا شغلك يا شغلك كتنوض كتشاور مع ولدها يا ويلي نتشاور مع ولدي عنده 10 سنين نشاركوا في الراي ناخذ بخاطر وشنو نشاركوا في الراي ولدي ها المستوى ديالك ولدي ها الظروف ديالك ولدي ها شخصيتك هاد المؤسسه ولدي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا كيجي واحد كيقول لك انا باغي ندير ولدي في انكول ميليتير ولدي ما تقدش ولدي على الكول ميليتير ما كتقبلش اللي صنهرك ما كتقبلش اللي غوت عليك ما كتقبلش اللي ضبطك الكول ميليتير فيها النظام وفيها كذا وفيها كذا غتقبل لا ما تقبلش ما تمشيش الكول ميليتير لا انا باغي نمشي ندير دراسات الفقه والدين راه غادي يقروك مشايخ راه غادي يعلمك الاداب راه غادي يعلمك التربيه انت ما كتقبلش لهاد الام اش داك ولدي تمشي عنده تقرا عنده هادشي خصنا ندرسوا شخصيه ولادنا ونابسوربيو وكنمتصوا الصعوبه ديالهم في المدى البنيه في 3 سنين جعلتو من لو سويفي ميديكال يسجل هكا كتوقع توي مرات شيري لاناش كنمشيو حنا عند الطبيب باش نفسر القران كنمشيو عند الطبيب باش نتشاوروا في الكونترا كيفاش نكتبوها كنمشيو عند الطبيب حيت مرض ملي بنتك تعطلات ما مشاتش ومتبعها ان بيدياتر راه فرق ما بين ان بيدياتر اللي هو الميدسان تريتون كتعرفوا البيم نهار زادت تيدير ليها الجلبه وكيتبعها مولفاه شي مشكل مولفاه ملي كتمشي هي عند الطبيب ديالها البيدياتر البنيه وكنصحكم احبابي ديروا ميدسان تريتون ديالكم يكون ميدسان جينيراليست ويكون بيدياتر وليداتكم ديروا الله يخليكم بجنابكم ميدسان تريتون اي ان افوكا العاقل هذا الوقت خصو هاد الجوج يكون عنده محامي الاسره بغيتي تتكري سير تشاور محامي باغي تبيع تشاور محامي باغي تشري تشاور محامي ميدسان تريتون ملي كتكبر بنتك ولا ولدك وعندها صعوبه الميدسان ما كتبقاش عنده لا كونوتاسيون جو سوي مالاد باسكو جو علاش هو سميتو تريتون لانه كنمشيو عنده بوغ لا بريفونسيون ماشي بالضروره ولادنا مراد كنديو شوف اخويا واش غادر الامر مزيان شوف واش كاين شي حاجه البيدياتر موالف الدري كيشوفو بحال خالو بحال عمو كيمشي عنده تيعنقو تيعنقها فرحان به كيقلبو هذا اما ملي لقى صعوبه ويقول لي هو الميدسان تريتون يقول لي ودي هاد الصعوبه هادي انا راه لاحظتها في عند بنتك وعند ولدك من 3 سنين ودابا دار 4 سنين وبقى الصعوبه غدا كتفاقم الله يخليك غتمشي عند الخبير الفلاني شتي هنا كاين كونيكسيون ما بين الميدسان تريتون ولو سبيسياليست اما الام مخلوعه كبتها كترجف راجلها ما تيقدش عليها يستهلكها ويثبتها تسول لونطوش كيقارن تسول اختها تشوف بنتها انت بنتك كتهضر ماشي مدوي اختصاص بالك ديك الساعه حطينا على البنت كونوتاسيون مالاديف يعني هاد الصعوبه اللي كانت هي غير تمتص بالمدى لو قدرنا نصبروا حتى 7 سنين كانت البنت
تعطل شويه في المشي وتعطل شويه في الهضره الميدسان تريتو يقول لها لا لا ايليا ايفيكتيفمون ان بيتي روتار مي سي اون سبيسيفيسيتي خاصيه سو ني با ان هانديكاب ماهياش اعاقه خاصيه عام شويه عام شويه واحد العائله كنشوف ولدهم كيتكلم معنا في المكتب الاستاذه قالت لي استاذ راه كيتعطل في الكلام واش 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 في خبر مو باه سولت باه ومو اش قال لي باه قال لي لاحظناها في الدري ولكن لقينا بان هو شبه لواحد خالو هذاك خالو كاتب اللي كيبغي ينطق الكلمه هذاك الخال تيدوقها بحال ما بغي يقول لك الانسان هكا كينطق الكلمه خالو كاتب وباحث كينطق فهمتي يقول لك جعل الله الامر هكا كيدوق الحروف الدري يشرب من خالو هذه الخاصيه تخيلكم ما قالهاش لينا لان هما باش كيكبروا بلو ميميتيزم ديالهم تيقلدوا لو ميميتيزم كيدخل الراجل يحسن ولده وقف وقف حدا الحمام دخل المراه تمشط بنتها حدا الحمام كتحكي سنان كيحكوا سنانهم كتوضى يتوضى تتصلي يتصليو هكا لي نيرون ميروار كيكابتيوريو لي زيماج كيدخلهم لعندهم فهذاك الخال عزيز على امه الام قراها هذاك الخال الدري يشرب هذا العرق تيو جابو تخيلكم ما سولناش وهذيك الاستاذه ما تأناتش وشوني بحال تا كنا غنقولوا الدري راه واقيلا كي كذا ولا كذا نوصلوا باقي المكالمات معنا زكريا من الدار البيضاء الو اهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الله سي زكريا الحمد لله هذا النهار جو كريت هزو انني قدرت نقبض الاتصال ديالكم مرحبا بك ولنا كل الشرف اننا كنسمعوا السيد البروفيسور الله يودي بارك الله فيك سي زكريا الله يجازيك بخير على كونسي اللي كتعطينا كل نهار وصراحه انا معجب بزاف بلا فاصون كي جيتك تاناليزي لي كا بارك الله فيك سي زكريا وشكرا سيدي بزاف بزاف لا شكرا على وجهي الوغ سيدي انا زكريا من الدار البيضاء عندي 22 زون تبارك الله الحمد لله الحمد لله من عائله متوسطه الحال الحمد لله الوالدين ديالي ضحاو معنا وانا واحد الاخ ديالي صغر مني ضحاو معنا وتكاتلوا معنا حتى قرينا ودخلونا احسن المدارس تبارك الله والمشكل اللي عندي اولادنا هو هذا الاخ اخ صغير اللي كنت عليه شحال بكم شحال بكم الخوت انا هو لاني وهو صغر مني هو هو الكادي حنا غير جوج انا اللي فات 22 زون هو عنده 16 زون والمشكل هو الاخ ديالي شويه في التعامل شويه شويه عنيف و كنت متعرف هذا العام عنده الجهاوي ما كي تلقاو صعوبه معاه في البريباراسيون ديالو لا في القرايه لا في التعامل ديالو مع الوالدين ديالي قول لي يا زكريا نعم السيدي ملي كتكلم ولدي كتقول كنلقاو صعوبه يعني واش انت امك وباك انت وباك نعم. باك وامك شكون هاد النون؟ صراحه الوالده ديالي هي اللي عندها صعوبه معاه بزاف وانا بصفتي كنحب الوالده ديالي واحد الدرجه ما كيتصورش وقريبه مني بزاف كنشوفها كتعاني معاه ومحنا بزاف في هذا الوضع هذا زكريا نعم نصيحتي لكل والده ديالك قول لها امي خرجي سوق خويا وانت قرب من خوك هذيك الاخوه ما بينك وبين خوك خصها تكون فيها واحد النوع من الصحبه خصو تكون واحد النوع من يزعم عليك وتزعم عليه بالادب اما ما يحسش بيك انت زكريا الدراع القوي ديال الام راه الا مشات صغير حس بان خوه الكبر منه في العرف وفي الجسم وفي العمر بحال هذاك الدراع القوي ديال الام ما تيرضاش تيحس بانه داروه هو في واحد المقام ادنى ودارت العائله تجمعوا هما الفوق لا امي خرجي سوق خويا انت خصك تكوفري عليه قول لها امي انا مزوق فيك القرايه انا نعرف ليها ونعرف مع خويا عافاك امي خليني انا هذا الامر مكلفه وخصك تبين لخوك بان ماشي انت مرسول للنتيجه ماشي الهدف هو يلمس فيه صاحبه اكثر من خويا يعني لا تبع معايا ماشي الهدف هو ربحوا الماتش نعم سيدي الهدف لعبوا الماتش شتي اللي كيمشي يلعب الماتش كيربح الماتش اللي كيمشي يربحو تيزمر تيجيب 10 لزيرو حيت راه الماتش الكره راه بعداه حب اللاعب راه فرجه خصك تسفانتي وخصك تشيطن وخصك
هذاك اللي كيحب يلعب راه هو اللي كيماركي. مرة ماشي ماتيماتيك هو، راه ماشي غادي نديروا البروغرام غنتبعوا الكوتش وغنتبعوا النصائح ديال الترينر غنجيبوا، والطرا خصنا نكونوا كنبغيو نلعبوا. لهذا الله سبحانه وتعالى دار لها قطبين للحياه، انما الحياه الدنيا لهو ولعب وغيزيد لها ومتاع الغرور. فاللهو هو مضيعه الوقت واللعب، دابا هو جمعها كلها في اللهو واللعب. ما يمكنش نكونوا حنايا في اللهو. اما اللاعب، كاين اللاعب الخاوي وكاين اللاعب العامر. اللاعب الخاوي هو اللي كيلعب الانسان الكارطة باش يكون هو المعلم في القهوة، يحرق مخه ويحرق وقته وربما تيحرق فلوسه، وفي العشية يمشي يتسلف مع عبد الحسين. اما حنا كنلعبوا الاعراب، كنلعبوا البلاغة والعروض، كنلعبوا أرسطوط، كنلعبوا بطوليمي، كنلعبوا بيتاغور، كنلعبوا جاك لاكون، كنلعبوا الأمور اللي فيها المعرفة والمنطق باش نفهموا لي زين إكواسيون إي لي زيكواسيون ديال ليسبري هومان باش نسلكوا ولاد الناس أمام الفكر وأمام الدراسة. على ملي كطيح في شي في شي في شي في شي في شي فنان في الرياضيات ما كيبقاش يلعب المات حداك، هذا تا هو تيلعب، غير هو تيلعب وكيصنع العجب ماشي بحال مول الكارطه. يقدر يكون كيلعب ويلعب الكارطه ولكن ما غاديش يوقف الكارطه، غادي يدير 5 دقائق. فهنا نصيحتي زكريا ما ياخذهاش بالجديه، il se prend un peu trop au sérieux dans son rôle. انا بصفتي شتي هو مشى دار لانكارناسيون جسد لينا الصفه، انا بصفتي 22 عام نصيحتي لك ولدي خلي الصفة جاية، الصفة هي الوظيفة اللي غتكون عندك في المجتمع. قول أنا تيعنيني مصلحة خويا، شنو فرق أنا بصفتي وأنا كيعنيني؟ ملي كيقول الأخ لخوه أنا بصفتي معنيتها صبحنا في لو روجيستر جوريديك، صبحنا في لو روجيستر ليغال. علاش؟ لأن العائلة راه فيها لا نوسيون جوريديك، راه فيها ماشي ما فيهاش. ولكن ملي تيكونوا لي زانستونس سولانيل، شنو هما لي زانستونس سولانيل دون لا فامي بور كون بويس فير ابيل روجيست جوريديك؟ لو مارياج، لا مور، ليغيتاج، لي فونت، لي سيسيون، لاسوسياسيون. هنا المؤسسه العائليه كيحضر فيها الصيغه القانونيه. اما من غير هاد لي زانستونس سولانيل il n'y a pas besoin, il n'y a pas lieu. حيت اللي مشات تهدرتيهم تم شاتو اللي عندك، غير اللي عندك لو فورماليزم، ولا مشات تحضر عندك لا ستركتور دو فورماليزم تيموت لو ديزير، ولا مات لو ديزير هو الرابط الاخوي طاح. دونك خصني نكون رد البال، واش ملي غادي نجي نحفز حب الدراسه في خويا اسكو سا ميريت اون انستونس سولانيل؟ واش خصني نجي نقول ليه بصيفتي انا الاخ الاكبر وعطاتني الام الايدن ديالي اللي هي اللي ولداتك، كاين اللي مسكين كاع تيقول لك خلقاتني، يا راه ماشي اللي خلقاته، راه ربي اللي خلقه، ولكن الناس في اللغه يفعلون ما يشاءون، ولكن هي تفعل فيهم ما تشاء، ومشيئتها هي اللغه اقوى من مشيئته هو فيها، لان هي اللي فاعل هو مفعول فيه. الا اصحاب الفراسه، الفراسه راه قريبه يفترسوا، ولكن نفترسوا الظلمات والجهل اللي كتجي حايطه بالمعنى بحال شي جارديني كيجي كيحيد داك الشوك اللي تحت الشجر ويكربل لك الرمل باش دير الورد، كتولي عندك شجره دلوز وعندك تحت ديالها الورد. فنصيحتي لولدي زكريا تصاحب مع خوك، قول له توقروا، خليه الا بغا شي يقرا واحد الوقيته ميك عليه، وحاول تستقطبو بشي صاحبو، ما تكونش لوليان ديريكت هنا، ما غنقصدوش لان قصد هو المباشر، ما تقصدش، تقصدش خوك، قصد صاحبو. وصاحبو قول لي يا صاحبي جر لي الدري خويا راه كنحشم منه، كنبغيش نضغط عليه وكذا وما نبغيش نخسر العلاقه ديالي. يعني هو الدري صاحب مع خوك، صاحب مع صاحب كيتصالح تيقول لي انت صاحبي راه خوك قراي وتخلي شي واحد يفهم عليك خوك واعر، انت جي نراجعو معاه، وتيتم جاي خوه مدرك بصاحبو. بحال اللي زكريا ما تيقريش خوه، تيقري صاحب خوه، وحقا
خو زكريا غامونس صاحبو حيت زكريا كيعرف لك لك كاين واحد الخاصيه شويه تما خص واحد يعرف. مرحبا ناخذ مكالمه اخرى معنا عائشه. الو الو عائشه. ناخذ ساره من طنجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف سوالف عليكم؟ لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك. مرحبا. انا ساره من طنجه، عندي عاد خوت 19 و كنعاني من اكتئاب وقلق بزاف. كتقراي؟ في البكالوريا هاد العام. وكنتي كنقرا مزيان والحاله ديالي الصحيه ما بقاتش مزيانه. اين الشعبه كتقراي؟ ليكونومي. كتعجبك هاد الشعبه؟ بزاف. شنو كيعجبك فيها؟ هي كتواكب العصر ديالنا دابا، فيها ديما الحاجات الجديده اللي خصنا نعرفو. دويلي دويلي شويه على على عليها ك ك كدراسه. دويلي نسمع. ليكونومي فيها هي عباره كت الاموال و لي ريشيس اللي عند الدوله كيفاش الناس فيها بزاف الجيون فيها الجيون. عطيها لي عطيها لي في التاريخ الانسانيه. التاريخ الانسانيه امتى ظهرات؟ امتى ظهرات وكيفاش ظهرات؟ يلا خلو عشي شويه. امشي عليك حبيبي غير شويه. ظهرت واش ظهرت ملي كان ملي كانوا الناس كيديروا المقايضه؟ واش ظهرت ملي بداو كيديروا الفلاحه؟ واش ظهرت ملي بداو كيديروا التجاره؟ مع الفلاحه جوبونس. زيد. ايوا بدات باش هذا باش كل واحد يقدر يكون عنده واحد الصاله يقدر يعيش يقدر كينظم الحياه ديالو. مازال بغيتك تبحث شويه في هذا الباب واخا؟ واخا. شنو بغيتي تكون بها كشعبه؟ كشعبه شنو بغيتي دير بها؟ شنو بغيتي تكون بها؟ انا كنقرا باش كنقلب على بغيت نكون مستقله، يكون عندي بغيتي تحصلي بهذا العلم على عمل. على عمل. ولكن هي كماده فكريه شنو بغيتي تكوني بها كعلم؟ صراحه ما كنعرفها. امتى غتسول راسك؟ امتى غتوجد راسك لهذا السؤال؟ شحال بكم في الدار؟ خمسه بيا. انت الكبيره متوسطه صغيره؟ لا انا الصغيره الرابعه قبل الاخرانيه. بالنسبه لك حياه ديال فتاه في المجتمع المغربي سهله ولا صعيبه؟ ماشي فيها لي زوبستاكل، فيها بزاف د العوائق، والحق اللي يبغى يقدر يوصل لذاك الشيء اللي كيتبان لك المستقبل ديال المراه؟ لا في انا كيبان لي ما عنديش شي ماشي يأسة من المستقبل، بالعكس كنشوف اللي كاين مستقبل اللي يقدر يعمل. شنو هوايتك؟ صح المشكلة ديالي واحد الحاجة أخرى مرة. قول. أنا كنا بحال ديك ديك السيدة اللي عطاتكم ديك النهار قالت لك خاب اللي مابقاش كيآمن بالله وبزاف الأفكار كيدوروا له في راسه. أنا بحال هيدو. انت دابا ما بقيتيش كتامني بالله وبزاف الافكار كدور في راسك؟ لا عندي بزاف ديال الاسئله بزاف ديال الافكار اللي صراحه انا سمعت بزاف ديال الحاجات اللي شوشت لي الافكار ديالي، واختي كنقدر نامن باللي كاين ربي وكاين رسول وكاين كلشي. عندي افكار ديالي كامل ملوثه. شنو سمعتي اللي شوش عليك؟ كنسمع كان عندنا واحد الاستاذ في القسم في المدرسه كان هذيك الافكار ديالو هو كيقولو هو داكشي اللي كيامن به. حق هو ماشي زعما ماشي مسلم ولا كافر، هو افكار ديالو عمي بحال هذاك قلنا كاين تناقض في القران وما كايناش رسول بزاف ديال الحاجات بحال هكذا. ديك الساعه وانا بقيت ما قدرتش اثر فيك هادشي بزاف، ما بقيتش كنصلي، بقيت كنعمل والو، بقيت عانيت من واحد الاكتئاب بزاف وقلق صافي ما كنتش كنقدر اي حاجه فيها دين اي حاجه فيها اللي كنبغي نبعد. حيت انا راه من حواري معك بان لي كاين شي حاجه فيها اسئله وجدانيه، ودابا الحمد لله صرحتي بها. قول لي يا حبيبه هاد الايمان اللي كتقلبي تعيشي به واش هو ايمان غتامني ولا ايمان موروث؟ ايمان باش نامن ماشي باش موروث. هاد الايمان هذا دابا ديالك وديالي وديال المسلمين جميعا، واش ايمان يعني فعل غادي نامنوا؟ تيقول لنا تيقول لنا الله في القران الكريم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. شنو كتفهم منا؟ تيتكلم لنا هنا الله على النبي صلى الله عليه وسلم، شنو كتفهم منا؟ يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، شنو كتفهم منا؟
باللي حنا ورثناه. الله يرضي عليك. فواش حنا حاملين ولا محمولين؟ حنا محمولين. حنا غنجدوا غنية. ملي كنقولوا حنا المغاربة جدد النية اش كنقصدوا بها؟ المغاربة تيقول لك جدد النية. اش كتعني؟ جدد النية كتعرفي حنا المغاربة عندنا البيعة ياك؟ كنبيعوا السلطان وكنديروا واحد الاحتفال في المغرب اللي سميتو احتفال البيعة. هاد الاحتفال المغاربة ملي كيحتفلوا به وتيبيعوا أمير المؤمنين واش هما اللي اخترعوه ولا هو كان في الإسلام؟ كان في الإسلام. إمتى بدأت البيعة؟ مهد الرسول. الله يرضي عليك. وإمتى كانت؟ ملي الصحابة كيجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت واحد الشجرة وتيبيعوه تحت الشجرة. شراه من تم والمغاربة والمسلمين جايبين البيعة. احنا هي الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي اللي باقين محافظين عليها كيف عاشوها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدابا هنا بعض الناس كيظن بأن فعل الإيمان راه رقم واحد، راه فعل الإيمان ديالي وديالكم راه جوج، راه آمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذاك الإيمان آمنوه الصحابة والصحابة شدوا هذاك العهد وورثوه، فغير كنجدوا النية ديالنا في الإيمان. فهنا عفا حبيبتي نصيحتي لك، هذاك الأستاذ من اللي يبغي يقول هذاك الأفكار ولا هذيك الأمور لربما هو اعتبار منه أنه تيوسع لكم الفكر وأنه تيناقش معكم حويجات اللي غتفيدكم في الفلسفة ولا في التفكر شي حاجة اللي خاصية ديالو هو، إنما تينسى بأنه عنده الصفة، الصفة ديال السيادة المعلم ولا الأستاذ ولا القاضي ولا راه عندهم واحد الصفة فيها فيها السيادة. هذا خطأ لأن ما عندكش الحق تستغل الصفة باش تأثر على على واحد الفكر صغير ناضج. فلاحظتي في الأول بدات كتسمي لنا حزن واكتئاب وقلق، شنو ظهر؟ أسئلة وجدانية تخدش ليها الإيمان الجديد. يلا كتكونوا يلا كتكون صورة إيمان، يلا كتكونوا تخدش. ملي تخدش هنا فين قلت لكم شومسكي في لقاء مع بريزيدون أوباما شنو قال ليه؟ قال ليه كنطلبك دير ديكور في التربية الوطنية ديالهم في أمريكا. شومسكي كيتكلم مع أوباما، بريزيدون أوباما تيقول ليه، شومسكي هذا فيلسوف ولينغويست هائل parmi les personnalités دابا حاليا اللي من ضمن العلماء الثقال في هذا الميدان، تيقول البريزيدون أوباما أحسن حاجة يمكن لك تقدمها كخدمة للتربية الوطنية ديال بلادهم هي تعلم مناعة فكرية للطلاب، لو سيستيم ايمونيتير انتيليكتويال، المناعة الفكرية. كيفاش كتكتسب المناعة الفكرية؟ دابا لاحظتي هاد الشباب كيفاش كي الحمد لله حبوا البرنامج وراد دي البال، واخا كيمشيو لحوايجهم كذا وكذا مرة كيمشيو للمواقع ويجيبوا البرامج ويتصنتوا. شنو اش من دور لعبنا؟ انا هو الكلب المغاربة. عمرك عقلتي شحال هذيك كندوي على مقام الكلب؟ اليوم غنفسرو. الكلب اصله ديب، هو راه مع هو راه ديب تربى، دورهم احنا. انا اصلي غرباوي وكنغني وحنا في الاغنيه وريني وحشك هالغابه علاش كنديروا الكلاب؟ لان الكلاب اصلهم ديب، والديب ما تشوفوش هو تيشوفك انت ما تشوفوش، لقيت اللي يصدع لك ما يزقلكش. الا صد الديب عخلي ليه عن جوله خروف راه غادي حيده غير حيده. فاحنا درنا الله الدياب على الجهال وعلى الظلامه، ودرنا كلاب رعاة تنساعدوا السارح ديال المسلمين وديال المغاربة نحضيو ليه ونعاونوه نجمعوا ليه الغنم. فالشباب علاش دابا كيروم عندنا؟ تيقول لي يا عمي رد عليا، خالي رد عليا، تقول لي انا ولدي موجود رد عليك. ما مكرهش هذا الاستاذ هذا الا كيستمع ديك الكلام يجي يقولوا لي انا، هذوك الافكار يجي نقولهم حدايا انا وغيسمع الرد.
اما تجي تقول وحده مراهق وحده شاب 17 18 عام انت باقي لا كيربي يلاه تيربي وتجي تسرح رجلك كنسرحوش رجلينا حدا الدراري صغار كنربع تنعلمهم القواعد تنقلوا لهم الكفاءه القسم ما مديوش باش تفكر لا عندك شي كفاءه اعطيها ما عندكش كفاءه تفهمك ولكن الناس ما عندوش كفاءه هادو التيتر نجح بالكرتونه وعوض ما يمشي يعمر الماده الفري تعطي للدراري الكفاءه والعلم تجي انت تبقى تفكر فانما هي دارت عند حبابها ديال مدراديو قالت لي عمي اش كتقول فهادي فدابا جهاز المناعه ديالي راه ديالهم العضه ديالي راه ديالهم الصنهيره ديالي راه ديالهم علاش ندخل في الاعلام غير ما ندخل لنتصور ولا نمشي لشي بلاصه ولا ندير شي حاجه ما باغين به لا مال ولا جاه ولا حتى حاجه احنا قربت 10 سنين لقيتيني ندير شي جمعيه منتمي لشي حزب منتمي لشي جهه احنا شعارنا الله الوطن الملك ولاد دراوش فقارة الكفاف والعفاف ولكن حبنا للعلم ما كتقادوا لينا غلا اله الله محمد رسول الله فهنا هذا هو جهادنا الان الى اصبح كل شيء خايف من كلمه الجهاد حنا ما كنخافوش منها حنا كنجاهدوا اين جهاد جهاد ديال الفقر باغي نحاربوه جهاد البطاله باغي نحاربوها جهاد الجهل باغي نحاربوه جهاد الميوعه باغي نحاربوه هذا هو جهادنا مرحبا انتم في الاستماع دائما البرنامج بكل وضوح مازال كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه معنا خديجه من الدار البيضاء الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله لاباس الحمد لله الله يبارك فيك لاباس لاله مرحبا بك الله يبارك فيك الله يخليك مرحبا لاله الله يسلمك اسيدي لاله اختك بغيت نعاود لك على واحد بنتي مطلقه وراجلها في الخارج وهي هنايا دابا منين طلقات بقى واحد حموها ديما تابعها ديما تابعها وداك الشيء بقى تيلفق ليها التهم وهذا هي تحرقت لها الدار ومني تحرقت لها الدار جا عندي قال لي عرفتي خذي البنيه خذي بنتك هي عندك وانايا غادي نقبض دوك البنيات منين قبض دوك البنيات اسيدي شكون هذا جدهم؟ جدهم اه جدهم يعني حيد البنت الحضانه بالقانون ولا غير باتفاق؟ لا اصبر دابا انايا حنايا ملي كان هذا قالت لها بابا ما تثقش فيه قالت لي ما تعطيهش هذا الالتزام قال لها لا حشومه حنا نسابوا ديك الشيء حشومه درنا التزام عدلي ما فهمتش دابا فين يمهم؟ في المغرب ولا خارج؟ لا هنايا هي هنايا دابا طلقت وهي هنا في المغرب في الضلمه ولادها معاها في المغرب هي كانوا دابا هو بالتلفقات اللي داروا لها دايرين لها بها هي كانت ديبريسي كانت عندها ديبريسيون تاكل داك الدواء ديال ديبريسيون ايوا وديما تيشوفوها مرخيه وداك الشيء تيقولوا هذه تدير هذه تتفعل هذه تترك منين اسيدي دابا من داهم دابا بغينا من بعد واحد 3 موا دعانا بان البنت ما صالحاش ما فعلاش ما تركاش بقينا تندعاو وديك الشيء راه حنا باقي دابا في الدعوه دابا اللي غادي نقول لك قال لها هي لي ديبريسات الدريات وديك الشيء ودابا منين هذاك دابا بني هي مسكينه الله دابا ولادها مشاو مع باهم في خارج مع جدهم في المغرب في المغرب ما بغاش يخلينا تنشوفوهم ما بغاش ما كاينش المحكمه راه المحكمه سايره في المجرى ديالها ومنين هذا حنا خفتنا نديها وكي يطيح على الباطل يزيد يطيح على الباطل تما اللهم كيفاش يطيح على الباطل؟ ايوا ما تعرف اسيدي شنو يدير لينا يدينا لشي كوميساريه ولا يدينا شي حاجه لاله خديجه اسيدي واش انت على قد نيتك ولا انا قد نيتي اسيدي لاله خديجه اسيدي جمعي راسك اييه عندك شي محامي؟ عندنا المحامي راه دايرين ولكن شوف لاله اسيدي غاتدي بنتك وغاتدي عند طبيب الاعصاب اللي كداوى عنده وتاخد شهاده طبيه بانك تاخد الادويه ديالك عندي كل شيء وما تخافي من حتى حاجه راه غتمشي وتدخل عند القاضي والقاضيه وتقول لها سيدي هاد البنت ها هو جا نصب علينا هاد السيد بالحيله دا البنيات حنا بغينا الوليدات يتجمعوا معهم دابا سيدي مامون ماشي الكراب اللي في هاد الشيء دابا ملي كيدوزهم لا ما البنات ما بقاوش يحملوا امهم هادي امين وما عنده كاع الراس ديالهم دوخهم ليهم لا حول ولا قوة ما بقاش يحملوا امهم
دابا ما كتشوفوش مسكينه هي والو والو سيدي هذه عامين هذه عامين حنا توحشنا ومن السكينه هي وانا اللي مربيه البنيته الكبيره وعلاش عطيتيهم لي نتوما كيفاش كاين كيفاش وحنا حيت جا لينا قال لينا البنت تنازل انت محروقه كانت محروقه واللي محروقه كنحيدوا لاولادها هي جاب لي بنتك وانا نجاب البنات يقراو عندي وعلاش سميتوا لي هذوك الوراقي وعطيتوا الوراقي ايوا سيدي راه حنا ما عرفناش سيدي ما عرفناش ونط عندنا المحاميه اللي كنا دايرين هي اللي عطاتوا الوثائق وعندي باش بنتي كانت في الراز داك البروفيسور لاله خديجه غنرجعك للستوندار خليها التليفون ديالك نتبع معك هذا الملف واخا سيدي الهليخ يلا يلا مرحبا امين امين اختي مرحبا 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واخا ناخذ بروفيسور فاطمة الزهراء من الرشيدية ألو أيه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله فاطمه الزهراء سلام دكتور مرحبا لاله على البرنامج مرحبا شريفه لاباس لاباس الله يبارك فيك كي دايرين نتوما لاباس بخير الله بارك الله فيك مرحبا سود انا بغيت نسولك على هذا العام عندي سيزيام شحال في عمرك عندي 16 عام تبارك الله وسميتو سان سمات تبارك الله عاولين باش عاول زعما باش ندير لك كلاس قطع الله يكمل عليك بخير بنتي اييه امين شكرا استاذ المهم كيقولوا دابا الاساتذه وكل شيء كيقولوا لنا راه فيهم غير التكرفس وهذا لا 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 كاينه بنتي اللي كاين اللي عوام في الواد وكاين اللي عوام في البحر اييه هما راه مديورين الما ليهم عندهم الخاصيه ديالهم بالعكس الا كانت المستوى ديالك في الرياضيات مزيان توكل على الله وسير ليهم او هما راه كيتقراو بحال الابتبار ماشي مستحيل لي كلاس بريبا ماشي خطير لي كلاس بريبا خصهم دي بريغوكي خصهم خاصيات تكون عند الطالب يكون عنده لي ماتيماتيك كيلعبهم في المستوى ديالو جيد فيهم كيدخل لهم كيمشي لهم بسهوله دابا كيقولوا لنا زعما من بعد راه كاين غير الشوماج ما غاتسمعش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما عرفتش شوف بنتي ما تسمع لهاد الهضره والو توكل على الله كمل لي كلاس بريبا ديالك دخل ليهم خذ بعدا الباك سير معدل مزيان سير ليهم وملي تنجح فيهم تتفتح لك ابواب اللي نصحك ملي تاخذ لي كلاس بريبا ودخل ايكول دانجينيور تدير عفا بنتي لي دو نيفو دير المستوى ديال الانجاز والمستوى ديال التاطير كون بجوج كيفاش يعني دابا ملي تدخل تقرا انا كيظهر لي شويه باقي الحال انت دابا باقا صغيره شتي ان شاء الله حنا مازال بطول الاحمر معاكم ان شاء الله شتي الوقيته اللي تاخذ الباك اتصل بيا ديك الساعه ونعاونك كنقصد بغينا نعرفوا زعما من دابا شنو لا ما تشنش راسك حبيبه ديالي شوف سير بعدا لي كلاس بريبا حيت بعد النوبات هذيك الدفعه ديال نطلق العقل من هنا 4 سنين من 5 سنين راه كتحرك القرايه دير قدامك حبيبه غير هدف تاخذ الباك بمعدل عالي وتاخذ لي كلاس بريبا بمعدل عالي واخا حط هذا الهدف هذا ولا خصك شي مساعده ولا حنا موجودين اتصل بينا واخا بغيت نسولك زعما القرايه زعما هكي الا بقينا كنسهروا بزاف ما عندهاش شي تاثير ولا بحالاش معايش كتنعس بحال كتنعس وحده معايش كتفيق مع السبعة مع السبعة الصباح هذه الاسبوع كامل من الاثنين تل الجمعه والسبت لحد كذلك ديما ما تقدرش تحاول تنعس مره شويه بكري وتفيق بكري ما عرفتش مع هذا الشيء قدرتي تنعس مع العشرة وتفيق مع الخمسة حسن ما تنعس مع الاثناش وتفيق مع السبعة حيث الدماغ في الصباح كيكون الدماغ طري منفتح التعب هو فوقاش كنسهروا ملي تيكون شي امتحان قريب كنسهروا واحد شهرين 3 شهور هذيك هي لا بيرفورم ديك الاكسيليراسيون 3 شهور قبل الامتحان نعطيو الدق ماشي عيب نسهروا ما ناكلوش مزيان الشهور كيتكرفص فيها الواحد راه هو عاود الصيده تيتكرفص ولكن 3 شهور صافي تيضرب الانسان النتائج ديالو الامتحان ديالو ماشي من بدايه السنه ديال اما العام كله تيضرب يقدر النهار اللي يجي امتحان يجي الخويه نصيحتي للشباب الله يخليكم خذوا لا ترونش ديال لو سومي بروفون لو سومي بروفون لا ترونش ديالو اللي سيتوي ما بين 12 و2 ما يمكنش تدخل مع 12 في لو سومي وتشدها كتدخل في لو سومي ليجي كتزقل فيها ساعه مع الوحده
ما كتدخل في لو سومي بروفون حتى للجوج كيكون ضيع لا ترونش ديال لو سومي بروفون. الا بدا دخل في النعاس ديالو مع 9:30 كيدخل في لو سومي ليجي حتى ل 11 تيشد لا ترونش ديال لو سومي بروفون جوج ثلاثه كيكون ارتاح مزيان كيبدا يدخل في لو سومي ليجي عاوتاني والبارادوكس كيدخل تبدا يخرج منه كيوصل للخمسة الصباح تيكون اون فورم يفيق الانسان يفطر فطور ديالو يراجع شي حيت هذيك الساعتين ديال الليل والساعتين ديال الفجر بحال بحال عوض ما نشدها في الديبي ديال لا سواري نشدها في الديبي ديال الجور في الفجر كتعطي مخيره وتمشي الانسان بان بون جورني ويدير واحد لا بتيت سيست ديال نص ساعه مع الغداء ملي يتغدى واحد نص ساعه يستريح فيها كتعطي واحد النشوه عاوتاني وكتعطي واحد النفس للعشيه وتتلونسي عاوتاني لا سواري. بروفيسور كاين واحد الاس ام اس كيقول فيه ميرسي بروف دريبي انا ميانو فيان دو بيردر سا فام il y a deux jours après une maladie douloureuse ils ont deux garçons 10 ans et 8 ans et une fille de 5 ans est-ce qu'il doit voir un pédopsychiatre pour ses enfants ou bien c'est pas obligatoire. لا الموت هي طرف الحياه هي النقيض ديالها هي مجموعه معها الليل مع النهار الموت مع الحياة الحياة مع الموت. احنا المسلمين الموت عندنا فريضة ما هوش نهاية راه نهاية الحضور في العالم المرئي. اما قبل ما نكون في العالم المرئي فين كنا فين كنا ركنا ارواح هذيك الروح كيزرعها سيدي ربي في الرحيم تيعطيها واحد المكوك فضائي واحد الفيكول هو الجسم كتركب فيه لداخل وكتبقى تحرك البطونات بحال شي روبو بحال هكا وكتولي غادي بحال داكشي ديال لي رسوم متحركه ديال جريندايزر بحال هكا كتركب الروح كتخرج لها واحد الفيسو هي هو فيسو مصنوع من الحديد ومن الالكترونيك مصنوع من 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 هذا الفن هذا المخلوق الانسان شي حاجه هائله. ثم ملي كيسالي المده ديالو ديال الزياره ديالو في الارض تعاوتاني كيحط المكوك الفضل داك الفيكول اللي عنده كيحطو كيرجعو للارض كيتدفن وتيدير ديبار هو تيعاود يرجع عاوتاني للبلاصه اللي كان. فهنا لابد ما نعطيو معنى لولادنا شنو هو الموت. حضروا ولادكم في العيد الكبير يحضروا حضروا ولادكم تكون واحد الجنازه ويمشي يشوف شنو الدفن ماشي الناس في الامازون كيمشي يصيد مع ولده من عنده 3 سنين 4 سنين كيديه يتعلم لان لا ما علموش يصيد راه ما غيعيش هذاك الدر كيعلموا فين كاين العقرب فين كاين الحنش فين كاين هذا فين كاين هذا فين يجبد السم باش يديروا في ذاك لا فلاش فين كذا فين كذا حتى كيتعلم لقيت راه كيصد عليهم شي نمر وتي يقتل شي واحد من 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 من, من, من هذوك لي زانديان واش اللي غدا كيعاودوا يرجعوا للغابه يصيدوا كيعاود يرجع للغابة سيدو وتيقول لولدو نصيبنا في هاد الغابة أننا كنصيدوا هاد الغزال ونصيدوا هاد الطيور ونصيدوا هاد الحيوانات ولأني راه تيقدرت هاد النمر يصيد فينا شي واحد يقتل فينا شي واحد عافا ولدي هادي هي المغامرة. واحد كيغطس يجيب اللؤلؤ في قاع البحر كاينش العقرب ديال البحر كاينش القرش كاينش أسماك سامة واحد النهار يطلع واحد النهار ما يطلعش هاديك هو نصيبو ديال المغامرة واحد خدمته في الطريق غادي جاي ما عندوش احتمال حادثه تسير واحد كيخدم في واحد الخدمه في الحديد وفي مسائل خطيره كاينش احتمال تقطع ليه يده ولا فلهذا داروا لي زاسيرونس ولهذا دار سيكوريتي في لو ترافاي ورغم لي زاسيرونس ورغم لا سيكوريتي في ترافاي كيوقعوا الحوادث اون بو با نوصلوا لهذاك النيفو زيرو يعني ما كانش شي حاجه ما يحتاجوش فجهاز المناعه ديالنا وديالكم محتاج يتقبل الواقع ما كناخذوش اللي بغينا ما كنوصلوش اللي بغينا شهاده تتعيا ما يمكنش توصل شي حاجه تاخذها وشي حاجه ما تاخذهاش ما يمكنش كل شيء يحبك كاين ناس كي طرف كيحبك وطرف ما كيحبكش ما يمكنش كل شيء تبان ليه انت زوين ولا خايب كتبان لواحد الجهه زوينه وكتبان لواحد الجهه خايبه هاد لا سوبجيكتيفيتي في لا فيغيتي ابسولو عندها حلاوه ما يمكنش ولدي نبقاو حيا امك مرضات ماتت مازال انت محتاج ليها يحزنوا ولادنا ايه
هي فوقاش كننصحوا بتتبع نفسي اللي كتكون شي فاجعه الله يستر. انه الدراري كيلعبوا في واحد الجرده وجا شي كاميو دهس فمهم حداهم وشافوهم الحادث شتي هنا خاص ان سويفي. وقعت شي اغريسيون الله يستر ميغتريير وشي واحد ضرب لهم ولا ضرب شي حاجه وشافوا لاغريسيون حداهم داك الحدث يبقى يستحضر هنا الى ان تروماتيزم. اما لا مور ناتوريل بالمرض وفي الدار وهذا في بارتي دو لا في ما خصناش نعتبروها بانه راه شي حاجه يعني كارثه وخصنا وغتدخل تولد لينا واحد اضطراب نفسي وغادي باديتو. طبيعه ديال الانسان خلق باش يعيش ويموت. شكرا لكم مستمعنا على حسن المتابعة والاستماع البرنامج بكل وضوح. التقوا بكم الأسبوع المقبل. لكم تحيات مجدولين علامة الإدريسي لرفقتنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية. ونتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا ورفقة برامجنا المتنوعة على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.